سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير يعني طبق تقليدي جزائري، لكن بطريقتي الخاصه. حنديروا طاجين زيتون ولا مرقه زيتون، كل واحد كيفاش يعيطلها. واش نحتاجوا فيه؟ نحتاجوا بيان سور زيتون. هنا الزيتون انا غليته مرتين كما راكم تشوفوا هنا. انت لك الاختيار كيفاش تخيري الزيتون. انا خيرت هذا المقطع، تحبي هذاك الكبير ولا تحبي يعني النورمال يعني ما تقطعيش، لك الاختيار. المعدنوس انا هنا حندير بشويه تاع الدجاج، و حندير بلا دي بولات دو فيون داشي ولا بولي هاشي كيما انا هنا شيت بالبولي هاشي. كيف كيف انت لك الاختيار، تحبي ديري بولي هاشي ولا الفيون داشي. بيان سور البصل، الشامبينيون هنا راني شريته هكا من بعد نقطعو، زروديه ولا سناريه انا قطعتها دي روندال، السمن، وعندنا بيضه باين نلمو بها هذاك لا فيون داشي تاعنا. بيان سور الملح والفلفل الكحل والقزبر. نبداو على بركه الله في الوصفه نتاعنا. نديروها بيان سور هي نحطو السمن نتاعنا، فوالا ذوبوا السمن نتاعنا ونضيفوا البصل نتاعنا. نقليو مليح البصل نتاعنا مع السمن. هنا نزيد الملح كيما قلت لكم، كيما الزيتون غليوه دو فوا باش نحى هذيك الملوحيه تاعو المراره تاعو. سي هنا نزيد شويه تاع معدنوس نخلي البصل تاعنا يتخلى مليح. راح نضيف الاطراف تاع الدجاج نتاعي هلا، ونخليوه يزيدوا يتقلاو مليح مع البصل والمعدنوس نتاعنا. خليو الدجاج تاعنا يتقلى مليح مع البصل والمعدنوس هذاك. هنا راح نضيف لي زيبيس كيما قلت لكم، الفلفل الكحل وبيان سور القزبر. هنا كاين يعني ناس يزيدوا القرفه، انا يعني يعني صراحة ما نحبش ندير القرفة مع الطاجين الزيتون. هلا نخليو الدجاج تاعنا يتقلى مليح مع البصل، ما نزيدولوش الماء حتى نشوفو الدجاج بدا يتحمر شوية. التنبه نضيفو الماء. روحو نوجدو مع بعضنا لي بولات تاع البولي هاشي. فوالا حبيباتي، دركا نديرو البولي هاشي تاعنا. انا خليت شوية تاع بصل، حطيتش الكميه كامله، خليت شويه تاع بصل. بيان سور نديرو شويه تاع المعدنوس هكا، نزيدو الفلفل الكحل هنا وشويه تاع الملح، ونلمو كلش بحبه البيض نتاعنا. هلا انا نحب يعني لي بولات تاع الفيون داشي نحبهم كيكونوا بالمعدنوس البصل، يعني يطلقوا بنه في هذاك اللحم، ما يكونش يعني صامت. فوالا نروح نضيف شويه فقط تاع فرينه، لانه كما تشوفوا جاتني شويه جاريه لا فارس تاع فوالا هكا فقط، يعني باه هذاك الواحد يشد لنا روحو. فوالا هلا انا نديباراسي لو بلون دو طرافاي تاعي باه نبداو نديرو في لي بولات نتاعنا. انا جبت اون اسيات
انا باه ندير لي بولات نتاعي يبا ما يسقم يسقمش يعني هذاك الفيون باشي في يديكم ديروا شويه تاع زيت هكا باه تكون العمليه يعني سهله وما يسقمش في اليدين فوالا نديروا دي بولات يتحب يعني دير يعني هذا طاجين زيتون بغير لي بولات تاع الفيون داشي ولا البولي هاشي يعني تقدري ديري انا اليوم حبيت ندير كان عندي شويه تاع الدجاج قلت ندير بلي بولات تاع البولي هاشي انا نكمل الكميه كامل نديرها كامل دي بولات ونروحو نرجعو نشوفو الدجاج نتاعنا اللي قاعد يتقلى مع البصل فوالا كيما راكم تشوفوا راهو الدجاج تاعنا تقلدنا مليح مع البصل هنا راح نضيف يعني الجزر نتاعي الكاروت كاو هذاك البصل تعسل لنا انا كيما هنا طيبت بالبصل الطويل يعني ما طيبت بالبصل اليابس هنا راح نمرق هنا نمرق كامل حتى يتغطى لي الدجاج فوالا حتى يتغطى لي كامل الدجاج كي يغلي كي تبدا يعني المرقه تاعي تغلي تما نزيدو الزيتون والشامبينيون حبيباتي كيما راكم تشوفوا المرقه تاعنا بدات تغلي هنا راح نزيد الشامبينيون انا كيما راكم تشوفوا الشامبينيون هنا راني قطعته يعني اللي تشري مقطع نورمال انا هنا شريتو حبات وقطعته راح نزيد الزيتون تاعي فوالا و مسي راح نزيد لي بولات تاع البولي هاشي تاعي لي درتهم باه يعني يطيبوا لي فوالا فوالا راني كملت درتهم كامل نحطهم في المرقة تاعي باه يطيب كلش مع بعضها كيما تعرفوا الدجاج يعني يطيب ليه يعني ما ياخذش وقت بزاف في الطياب فوالا فقط نحرك هكا انا نخلي المكونات تاعي كامل يطيبوا مع بعضهم حتى يعني يطيب لي الدجاج وكامل باه نطفيوا عليه انا نخليه يطيب ونعاود نكمل الوصفه تاعنا فوالا كيما شفتوا حبيباتي هنا كلش طاب لي الدجاج ولي بولة تاع البولي هاشي واش ندير هنا نروح نحي شويه تاع مرقه هنا باه ندير العقده نتاعي يعني ما نخليش لاصوص تاعي تكون هكا نحي شويه هكا نزيد عليها حوالي هذيك دقيقه فقط باش تشوفوا واش راح ندير هلا نزيد عليها حوالي تاع مغرف ولا زغرف كبار تاع الخل نزيد مغرف واحد اخرى اللي ما عندهاش يعني قارص تقدر دير الخل هلا انا كيما اليوم ما عنديش قارص درت الخل نزيد لها بيان سور مغرف كبيره تاع الفارينه هلا حوالي مغرف كبيره تاع الفارينه اها
هلا هاي العقدة تاعنا، نزيدوها فوق الطاجين تاعنا ونخلطو. هلا نخليوها يعني تغلي شوية ونطفيو عليها. بعدي الطاجين تاع الزيتون راهو طايب، راهو وجد كيما راكم تشوفوا. درت له شوية رشة تاع معدنوس من هنا ونوريكم فقط لا صوص. كيما تشوفوا هنا، شوفوا يعني لا صوص بيضاء. هادو لي بولات تاع البولي هاشي. فوالا الزيتون، لي شامبينيون، وبيان سور الكاروت تاعنا. هنا كيما راكم تشوفوا حمرت فقط شويه تاع الدجاج تاعي. ان شاء الله تكون الوصفه تاعي تاع طاجين الزيتون عجبتكم، وان شاء الله بيان سور تجربوها. كيما قلت لكم هذه طاجين الزيتون على طريقتي. معلي غير نقولكم فعلوا الجرس واشتركوا في القناه باش يوصلكم دي غوصات واحد اخرين، وبالتوفيق للجميع. مع السلامه.